حياك الله، اسلم يا ناصر. اي كانت امراه كبيره في السن وكانت منومه بالمستشفى، والحاله يعني في الطب التلطيفي، فهمت علي؟ ف كتبت يعني تعرف الخدمه الاجتماعيه، الاخصائيين الاجتماعيين في المستشفيات لهم دور كبير في الامور هذه. فكتبت يعني سالوها وش امنيتك، يعني وش ترغبين يعني انه يكون يعني بشكل عام بالحياه بشكل عام يعني وش تبين؟ قالت اتمنى نسمع يا شباب. قالت اتمنى انه ان ولدي اللي في السجن يزورني. الله. يعني لفتره يعني مسجون. ايه. فوالله تفاعلوا وارسلوا الخطاب الى اداره السجون. حلو. وزاره الداخليه. تمام. فتجاوبوا مع الموضوع. الناس كانوا يقولوا صعب يا اخي، ما راح يردوا له، هذا مسجون، هذا يعني منظروا انه لا، حتى لو كان يعني وزاره الداخليه عندها مبادرات وعندها من الى يعني تجاوبوا مع الحالات الانسانيه. اكيد. هذه حتى الجهات الحكوميه عندنا متفاعله جدا في هذا الموضوع. فارسل الخطاب الى اداره السجون. حلو. انه المريض مسجون ويريد انه يزور انه بس يزور امه بس. اي. فروا تجاوبوا اداره السجون مع الحاله. والله ارسلوه الى امه. بعد ما زار وشاف نفس طريقه الولد، ارتفعت عندها المناعه وصارت تستجيب حتى العلاج، وصارت يعني حالتها النفسيه تمام. فبعض الامان الناس يقول لها مستحيله، مثلا تتكلم بعض الاشياء اللي يرغبها الانسان يقول لها مستحيله ما تحقق. فسبحان الله خطاب واحد. بس على طول موضوعك ذا، عشان سبحان الله ترى عندنا في كل بعض ينصدم منكم في الطب بشكل عام، تدرون في ادويه ما منها اي فائده، فيتامينات شيء عادي بس تعطيها لمريض شيء نفسي. نفسيه تخيل. انا كنت بقول لك اي شيء نفسي بس فعلا يستخدم عندنا بعض الاحيان. نرجع الموضوع العقل الباطن. إيه. ايه لا لا خليك من العقل الباطن، هو شيء نفسي فعلا، هو يقول لك الامل ترى شيء نفسي بعضهم، فيعطون فعلا ادويه ترى ما منها اي فائده، مجرد فيتامين، لكن شيء نفسي يقول لك والله فعلا تحسنت. طيب كيف يصرفونها؟ ليش؟ شيء نفسي ما تضر، هو مريض في النهايه دواء يعني. إيه؟ حافز. هو مريض الان يقول لك انا ابغى فيتامين د، فيتامين سي، فيتامين. هذا تركي على شكل كبسولات. واحد من زملائي دكتور يقول والله جينا بعض الناس حالات تقول انه بيموت خلاص، انتهى الرجال انتهى. فنقيس ونسوي ونفحص والى اخره، الرجال ما في شيء، بس صعب نقول حق واحد مثل هذا ترى ما في شيء، هي وسوسه لا اقل ولا اكثر. حاله نفسيه. يقول شو نسوي له؟ شو نحط معاه؟ يقول نعطيه مغذي، نعطيه ابره مغذي، ولكن المغذي هذا عباره عن مويه. مويه وجلوكوز اشياء بسيطه. لا اقل ولا اكثر، يعني ما في اي ضرر عليه، اي ضرر ولا راح يدخل جسمه اي شيء، مويه شيء عادي يعني جدا. يخلص يقول الحمد لله طبت. يا رجل اتق الله بنفسك. فهي مساله نفسيه احيانا سبحان الله الانسان. كلامك عامة من اهم العلاجات النفسيه غير الادويه هذه، ترى الصلاه والوازع الديني هي يعني لها راحه السبب الرئيسي في نفسيه الشخص. على طاري الطب وما اتكلم على الكادر الطبي ومن لا، انا اشوف ان اعظم مهنه اللي هي مهنه التمريض. التمريض؟ التمريض. سبحان الله قوتها ترى. ها؟ لكل مهنة. اي اكيد الكادر الصحي بشكل عام. اي الكادر الصحي، بس انا اشوف ان التمريض هو اقرب شخص للمريض، احنا نتكلم على اطار المريض. اعتذر والله. بقول لك شيء، لن من اساسيات التمريض يا حبيبي انه انتم كرامه، حتى بعض الناس مقعد، فهو يقوم يعني بنظافته. صح تمريض. هم كلهم فهذا يعتبر عمل انساني. اي انا اقول لك التمريض ملائكه الرحمه يسمونهم، عن ما ادري انجاز هذا التعبير او لا، لكن هم فعلا ترى شيء انساني وعظيم يعني فعلا فعلا من اعظم المهن. اقسم بالله يا بس اذا نسى مقص ولا شيء داخل. لا ما ينسون التمريض والله ترى صادق الرجال يجلسون في هواين في اشياء ما حد يتقبل، يمكن الابن والولد ما يسويها. اسلم. اقسم بالله يعني بعض الناس يقول لا ما اشتغل، لا بعض الناس لا والله يقول شوف هدف انساني وعمل خير، يمكن هذه تكون شفاعته يعني لا في دخول الجنه. فهمت علي؟ فبعض الاشياء هي تعتبر عمل انساني اللي يحتسبها لله. اكثر ناس يحتكون مع المريض ترى التمريض والعلاج الطبيعي. التمريض يوميا مع المريض. لازم تدخل تخصصكم مع الموضوع يعني. لا والله اسال اي واحد في مجال صحي لسبب. صحيح. لانه احنا المريض ترى يجلس معنا بعض الاحيان شهرين ثلاث اربع كجلسات، والجلسه بعض الاحيان تكون مثلا 20 دقيقه لنص ساعه، وايضا التمريض هم اكثر مهنتين يحتكون. برضو الاطباء لكن مش بالكثره التخصصين هذه. بس التمريض الحين نصير نكبر. لا لا يا عزيزي انا اتكلم ايش؟ انا اقرب الى المريض التمريض. يعني بعض نظرك. بعض المرضى تقبل وجهه النظر انت وغلطت. انا صادق الرجال حقته هو تقبلها. انتم ما تجون له في مصاب يا كسور ولا رماد ولا شغل ولا دقيقه نزل رجلك ودي يدك. اذكر الله انا اتفقت معه، قلت اقرب تخصصين. ترى ذكي جدا ما شاء الله تبارك الله.
يطلع نفسه. شفت اللي قال لك او شيء؟ لا بعدين قال لا صحيح بس انه علاج طبيعي. مع والله التمريض اثنين. واسال في واحد مجال صحي، انا اقول لك اسال قبل لا تحكم. لا استاذ فهد في المجال الصحي تقدر تفيدنا؟ لا والله شوف انا ماني بصحي ما عاقل بس لي معارف بس اني اخذت كذا. فهد ما شاء الله عليه مشارك في كل المواضيع. بطل إيه لا بطل هذه انجاز ترى. شيء ترى شيء بالنسبه لك. ما شاء الله انت عندك جوجل. جوجل يقول هل تقصد انت؟ ما شاء الله ما تقصد. لا لا من جد والله انا يعني رحت وشفت بالفعل الممرض هو اللي ملازم المريض فعلا. ويمكن احد يقول لا مو الممرض، دكتور او اي شيء زي كذا. فهي في النهايه يعني وجهات نظر. هم الاثنين هذول فعلا. طيب عبد الرحمن عندي سؤال مقطع كلام فهد استني بعد قلبي. هل 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 الطبيب ياخذ بعض الاشياء من الممرض في علاج في حاله المريض؟ شوف او يعني يستفيد منه بحاجه. انا ما ادري، انا فهمت انه لا في 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 تقارب بين او في يعني مشتقارب. في شيء مشترك. يعني خليني اوضح لك المنظومه الصحيه منظومه كلها متكامله، كلهم مكملين لبعض. اللي يقود الفريق الطبي هو الطبيب اللي هو عن الحاله الرسميه، والجميع مشارك. طبعا كل واحد له دور مهم، ما فيها كلام، لا احد يختلف على ذلك. فهمت كيف؟ يعني التمريض له دور من ناحيه الرعايه. الطبيب مش معقوله راح يتابع مثلا ضغط المريض، ولا راح يتابع مثلا الادويه هل اخذها ولا لا. هو يتابع مثلا مع الممرض، جميل. وبعدها مثلا بعد ما خلص مثلا الطبيب يحتاج مثلا الى مساله الادويه، فهو يروح للصيدلي. وفي تخصص جديد، مش جديد، موجود يعني، لكن الان في السعوديه يعني تو يمكن بادي اذا ما خاب ظني، اللي هم حقين الفارما يسمونه فارمادي، اللي هو دكتور صيدلي. فالدكتور الصيدلي هذا هو اللي يحدد الادويه. الدكتور يشخص، وهو بحكم انه يعني له خبره في الصيدله هو اللي يعطي الادويه. اذا احتاج المريض بعد ما انتهى من المنظومه دي كلها يكمل مع العلاج الطبي، فاحنا اللي نكون مسؤولين عنه. الطبيب مش ما يتابع معه، خلاص احنا اذا انتقل لنا بعد كذا. فهو كله متكامل مع بعض. فالتمريض ممكن الطبيب يساله ايش اللي حصل يعني في الحاله هذه، هل في تحسن، هل في كذا. فهمت كيف؟ فهم مرتبطين كلهم ببعضهم مكملين. حلقه كامله يعني بدون واحد منهم ما راح تكتمل المنظومه. والله على طاري التمريض، واحد من الزملاء ممرض اعرف من فتره يعني، وكان دكتور يطبق وبعدين توظف. فالرجل عليه ضغط يعني فوق ما تتصورون، فوق ما تتصورون، شيء عظيم. ولا ومحسوب عليه بالتايم يكون موجود، خاصه كان يعني في اللي يسمونه في قسم الطوارئ. انت متخيل دواماتهم كم حقين التمريض يا جماعه الخير؟ ترى برحن يصل الى 12 ساعه. الله ترى والله 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 ضغط مش طبيعي عليهم. وما شاء الله تبارك الله يعني نفسيات إيه حلوه. لا يعني لازم يعني تكون عنده نفسيه حلوه، لازم يكون هو اقرب الناس للمريض. وما شاء الله تبارك الله والله في نماذج جدا ايجابيه تشوف يعني من التعامل الحسن، من الاخلاق، من المساعده. فهم فعلا يعني هو الفكره في التخصص الصحي وبشكل عام. ليش يقول لك التمريض؟ لانه هو اكثر واحد يحتك في المريض، هو اللي يكون على طول معه. الاطباء بعض الاحيان يجون، طبعا هذا لا نغفل يعني دور الطبيب برضه له دور كبير، له دور كبير. لكن مثلا يجي راوند في الصباح كذا يلف يجلس مع المريض ويسال كذا، لكن مين اللي معه باستمرار؟ ايش معنى راوند؟ حول زي جولة. يعني الجوله أه. واللف. معليش انا دائما اشوف المصطلحات هذه. لا لا كذا كذا حقنا الطب تسولف انت وياه. وينك امس؟ والله اي واز ان ذا ريستورانت. او معليش انتم تشكلونا بالعربي. او ماي جاد. الان احنا في المجال الصحي دراستنا لاحظ وش اقول لك بالانجلش اي نو الان العضلات دقيقه المسلز المسلز الان لما ندرس مثلا العضلات ترى ما ندرسها بالاسم العربي. يعني مثلا العضله هذه اللي عندي اسمها كوادريسبس، لما تروح في المعجم العربي العضله رباعيه الراس. طب انا ما درستها كذا ولا العرقوب ولا الاشياء العضله الفخذ الاماميه. سهل الموضوع يا حبيبي، هذا لما تيجي تشرح لمريضك انت دراستك على طول زي كذا، الدكاتره يشرحون لك بالطريقه هذه واختبارات كلها بالطريقه هذه. اتقبل اتقبل اي طبيعي. بقول لك المريض ما يعرف انجليزي، ايش تقول لك؟ تقول لك المصطلح بالانجليزي. هذه دراستي، لا تلوم، يروح لهم وزاره الصحه ولهم وزاره التعليم ليش حطوا مناهجنا باللغه الانجليزيه؟ قول لهم حطوها بالعربي. اي انا الطب معروف انه كله دراسه انجليزي، لكن تتكلم انت مع المريض نفسه. لا ما حد يتكلم عن المريض بالشكل هذا. طيب انت قول كيف اقول لكم؟ اي انا لما
بجلس مع مريض اقول له العضله اللي شلوا عليها مش يقول اسم. انا اتكلم في الي يعني دائما الدكتور لابد عليه انه يحاول انه يعني ينزل مو مقاما وقدرا بس بالتعليم بينه وبين المريض. يجي يقول لك والله انا فيني الشغله الفلانيه. طيب اليورفم اللي عندك عندهم الهيستوري هذا؟ لا 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 كذا انت يا رجال. لا غير صحيح. انت قاعد تزيف حقائق هنا. لا ما زيف حقائق هذه وقائع مثبته. طب اسمع يا شباب تجي معي باذن الله بعد ما ينتهي ما بيجي معك لانه بيعرفوا انك طبيب. قد احد واجه ولا ما حد قد واجه؟ كثير. انك تسال الدكتور يجي الطبيب يقول لك يا استاذ ماذا وش هذا؟ ليه فيه يقول ما اسمع حسن يقول ما لا لا بس في مثل ما قال والله في بعض مصطلحات اي مصطلحات. طيب انا الحين جايك مريض فاضي بقعد اترجم لك لما تقعد تقول لي بالانجليزي. وبعدين السؤال انت ايش دخلك في المصطلحات؟ شيء ما يخصك. لما يقول لي بالله علمني عن الهيستوري ان يور لا ما يقول لا والله تقول لا اعطيني قصتك مع المرض. والله لا لا ما بقول لك. طيب ما اقول الكل دقيقه بس جيت حق ذا اللي يحط لك القهوه ويشغلك بها هذول اليوم انت تعال بسط لي قول والله انت فيك كذا 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 انت كنت تعطيني مصطلحات بعدين انا اقدر انك انت تدرس انجليش وتعبانين وما شاء الله عليكم انتم مضطهدين وكل يوم تروحون تكون سكرات وكل يوم تروحون تحلقون تركي تدري يوم من الايام وش جاتني فكره جاتني فكره اني البس ملابس اللي الدكاتره هذه ملابس الطب واطلع اتمشى في المجمعات وهذه فكرتهم ترى يطلعون لك وقت الظهر وقت الغداء. لا يا اخي هذه حقائق تزيف. اقول للرجال شوف ما هو حقائق تزيف. طب صلي عني انا ما سمعت. طب صلي عني الان انا طالب كلهم سوا طبعا اكيد عش مع التجربه عش مع التجربه بس امثال هذا انا خلونا نعيش التجربه معك. طب عش مع التجربه. انا الان لبست السكراب تمام رحت الساعه طبيعي تلبس الحركه ترى بس شفت الحركه لمعلوميتك اوكي عيش جوك لكن توتر لا دقيقة ممكن ايش جوك بس ممكن انت في سيتقاطع ممكن اكمل ممكن عشان يكون الحوار يعني كلنا نشارك فيه معلومة واضح 10 على 1 بس اوكي ما في يلا ها بدينا بالمظلومية عش عش التجربة يعطيك دور الحين انا لبست السكراب لبست السكراب لانه اصلا لازم البسه مش انه انا يعني اوكي لبست السكراب رحت الدوام الساعة 8 سكراب اللي هو اللبس الصحي هذا يسمى سكراب هذا خابر بالتشاليح مو اوكي اللي يعجبك ما عندي مشكله اختلاف ثقافات اختلاف نعتذر يا دكتور اي زين يحبون كذا هم يحبون كذا يرمي علي. المهم لبست السكراب نشوف رحت الدوام بين الاثنين وبعدين تعال نتكلم رحت الدوام حلو من الساعه 8 ترى كذا مقاطعات يا نكمل ولا نقفل الموضوع تفضل تفضل عبد الرحمن رحت الساعه 8 دوام من 8 9 10 11 12 5 ساعات او 4 ساعات وانا في الدوام ما عندي بريك محاضرات جاء بريك اللي هو وش اسمه معنى بريك؟ بريك يعني وقت راحة وقت راحة عشان اللي يقول لي انت وقت راحة اللي بدي يقول ما استخدمونه بالجامعة بريك بعد يلا لا لا طلعتوا منه لا 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 هذه كلمة منتجرة اي وقت مستقطع وقت مستقطع حلال عليكم حرام علينا اوكي بالله خلوه ياخذ راحته خلوه ياخذ راحته من الساعة 12 للساعة 1 هذا وقت الغداء الان تمام الان احنا خمسه من الشباب تقول الواحد وهذا يصير في مجالسنا وش رايك بروح المطعم الفلاني يقول لك لا والله ما احب ذا طب نروح هناك لا لا ما نبي ذا وكل واحد يبي مطعم وش الحل الانسب تروح المول المول ايش فيه في 4 5 6 10 مطاعم يصير كل واحد طلبه موجود في هذا المطعم رحنا تغدينا ورجعنا بعد الساعه 1 محاضرتنا الى على ساعه 1 في مول سويتوا منها قضيه لا طبيعي لا لا. طيب وين بنروح يعني لا لا دقيقه ابو قضيه يا اخي كل العالم ترى كلنا ندام وناكل في دوامات انت دوامك بالثوب ما قد شفت حقين الصناعيه ولا حقين التقنيه يلبسون لبسهم ويجون انا شفت لا لا الموضوع صار اوفر ما ادري انتم اول سمستر تدرسون يعطيكم خطه توزيع في المولات ولا واضح ان الرجال طبعا سمستر فصل دراسي عشان توصل الفكره يعني معاني جدا عموما انا وضحت الفكره واتوقع اي احد لا 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 الفكره جدا كلامك سليم والجد جد المزح مزح والجد جد الفكره واضحه بس عندكم عينات موفرينها شوي عمرك تفرح بالليل جايب السكراب ما عمري شفت والله لا كله فتره الصباحيه لا 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 يمكن يطلع من الدوام تركي تركي يطلع من الدوام في الليل يا اخي ممرض مسكين انا عارف ولا مثلا عيش طبيعي مسكين كرف في عونكم وانتم في جهاد عظيم نسال الله
ان الله يقويكم ان شاء الله. بس يقولها باسلوب المرضى وهذا يتلفظ عليك وهذا يقول لك جيب لي وهذا يقول مساكين بس في الدنيا كلها وهذا يقول لك جيب لي ابره وهذا يقول دقني ابره وهذا يقول لك جيب لي بروفين الله تركي. يكفي عونكم تركي تطلعون تمشون عند خلق تركي ابشرك تركي مش مشكلتك مع اللبس يعني هل عندك عقده النقص يعني لا 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 انا فسرت عقده النقص دقيقه يعني شخصيه دقيقه لا 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 بس على تفسيري هذه النقطة يعني أنت لما تشوف واحد مثلا لابس لبس يعني مثلا لما تشوف عامل نظافة يدخل المسجد بلبسه ما انتقدته عليه لما ترى يدخل بقالة ما تنتقد عليه لما تشوف مثلا واحد ميكانيكي داخل المسجد داخل مجمع داخل بس خلنا نكمل داخل مجمع داخل مكان ما تنتقد عليه إلا لما يجون حقين الطب ويلبسون لبسهم تنتقد واضح إنه الشغلة هنا اللي ما يطول العنب حافظ عنها يقول فهي شرة عقدة نقص أكثر ما كثر عندنا العسكر الله يحفظهم ويرحمهم ولا انتقدت ولا انتقدت أنا شفتهم شفتهم في بقالات شفتهم في مجمعات ما يدخل بقالة مساكين ما أدري عنك أنت زعلان لا كمية طلاب هو قال لك أنت تغبرون الرجل هذا يقصد يعني يقصد العسكر ما يخشون المولات وهذا حقيقة لأنه ممنوع لأنه ممنوع أصلا يدخل ممنوع فهمني أنت تدري ولا ما تدري أنا هادي جدا عزيزي توتر هو ترى توتر أسلوب توتر يعني أسلوبي حماسي في الإلقاء أحب الحماسة فمش توتر الرأي والرأي الآخر دقيقة مش توتر يعني أنت الآن شخص واحد صح؟ لا صح يا شيخ ولا يوحيب بالجوة يا طيب في حوار ساخن في حوار ساخن هنا لا إله إلا الله يا بالروسي اللي معك قم قم أهلك أهلك النقاش بالطريقة هذه ما ينفع والله بالله لا نقاش حاد وساخن خلي عبد الرحمن بالله خلاص لا أزمة 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 دقيقة نسمع من أنا نسمع نسمع أنا بيك تقول أنا هديت أنا جدا هاد بشرب موية عشان واضح دقيقة لا واضح أنت تقول أنت بيك نقص يا تركي مش نقص عشان بعقدة النقص طب اتفق انا شخص اعترف اني فيني عقدة النفس وكان ودي اصير طبيعي نقص ونقص واللي تبي لكن نمشي بالدور وش اقول لك اقول لك دائما بالجماعة تغلب ولا والرأي الواحد الخبر تغلب الجماعة ترى هذا بيت شعر بس مش دائما مش دائما مش دائما ايه يعني الحين تبي وان تتبع اكثر من في الارض ايش يقول الله سبحانه وتعالى ان يد الله مع الجماعة وان تتبع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ولو تتبع في القرآن أكثر الناس فاسقين بس الكراب يظلنا يا دفع البلد الله أكبر لا تقول الجماعة تركي أبشر الحين في المولات افتحوا الآن وزارة الصحة بعض العيادات الله أكبر جزاك الله خير والله صدق والله افتحوا ترى العيادات يلا عاد وش شفنا ما مسكنا في ذان ومسكهم في ذان لا شوف بزيادة طب سؤال أنت تشوف ولا ما تشوف نشوف واحد واحد دقيقة ترك موسى تشوف أنا أشوف يلا أنا أشوف أنا بس أقول لك أشوف لا أنت مالك تشوف المولات ولا لا عندكم واحد صح مشون تشوف بالسودة بالردة رجال لدرجة إني صليب عادي الجمعة صار رسم على طول مسكين صارت الجمعة ليش لأن كان عنده مستشفى وش فيكم كان عنده خارج دوام يوم الجمعة فطلع وراح مش خارج دوام خارج دوام شفت هو الان عنده شفت كامل يجوز يروح يصلي الجمعه بمسجد ما كنا لا يصلي انت والله اكبر يعني يجيب ثوبه وما يجي طيب يعني واللي يجيب لي في الحديقه طب ممكن افهم واللي يجيب لي في الحديقه تو طالع اخذ زوجته معاه يا اخي شو المانع لا بعد هذه هجتك الله اكبر شو المانع يا اخي هذه هجتك صدق انا بسك اكبر علي بسك انت مجاهل لا 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 عبد الرحمن لو سمحت دقيقه بس مداخله ترى عبد الرحمن كلكم علي لا واحد بس انا بس لا معك انا معك حبيبي بقول لك شيء هذه انا اشوف انها اعظم افلح مهنه بعد التعليم طبعا فهمت فيعني الواحد يكون يعني سبب بيم كذا صعب عبد الرحمن صعب الطب ايه تركي لو سمحت يا تركي وفهد المالكي الطب يعني ترى دراسته ترى صعب جدا 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 اكيد فهمت علي بعض تخصصات يعني ناس يعني ياخذ يروح نص عمره في التخصص صح فيحق له يبغى يلبس حتى هو نايم ما قلنا شيء ولا ايه ما قلنا شيء ايش مشكلتكم ايش مشكلتك يعني ايش المشكله اللي تشوفها يلا ما يستلمون الرواتب اللعيبه ولا شفناه يتمشى بشوب ايش المشكله طب انا بسك سؤال ما هي المشكله لما يجي مشكله ما انا بالنسبه لي ما مشكله باختصار انا لخصها تفضل نهايه تملح طب صلي احسن ظاهره في المجتمع الجديد انا شفنا تملح جميل طب دقيقه جميل. ممكن اسالك سؤال بس خليني بس اقول نقطتي الصدق والامانه ممكن اقول نقطتي اقول لك ما انا ضدكم عبد الرحمن بس انا اقول ان الدعوه صعبه والله انا ادق تحيه هل اهلك كلهم والله تسلم والله انا مستر يا جماعه الخير صلوا على النبي ممكن بس اوضح شيء تفضل خذ راحتك انا ما احب من قلبك انا لا ممكن انه في جزء في جزء قلبك عامر بال والله انا اتكلم هنا أسلم بعد اذنك انا سمحت يعني مش ما تروح الحديقه الان في المجال الصحي بشكل عام لا ننكر انه في جزء
يحب انه يفخر بالشيء هذا ويلبس، وغالبا محق. غالبا اي غالبا محق. في المستويات الاولى بحكم انه تو داخل التخصص. انا اذكر اول يوم لبس فيه السكراب يعني لدرجه ما تشعر ايش الفرحه اللي كنت فيها، رحت لدرجه اروح المستشفى فيه وانا لسه اول سنه ما ادخل المستشفى. طبيعي طبيعي فرحت اول مره تدخل تخصص صحي. هذه نقطه. النقطه الثانيه اتمنى انك تعذر، شوف انا اعطيتك اعذار، اعذر لما واحد يجيك فتره الظهر في المولات لانه فتره غداء او الصباح لانه تو طالع عنده بريك رايح يتغدى وهذا انسب مكان ويرجع. طيب. مش معقول اني اروح البس ثوب وارجع. هذه نقطه. صلاه الجمعه بعضهم في المستشفيات يسمحون بوقت الصلاه يروح ويرجع، فلا تلومه. اي نعم ممكن بعض الاوقات يا اخي تدري في مثلا في الحرم شفت واحد بسكراب تقول ايه جاي كشخ هنا، ترى في اسعاف تطوعي. اي اقصد يعني اعذر اخوك المسلم، وهذا لا ينفي انه في بعض ممكن فعلا يبغى الشيء هذا. طيب لما اجي اناقشك لا توديني منحنى اخر واعذر اخوك المسلم. لا لازم تعذر عليه واول شرم وجاي. هذه حقيقه. ما قد شفت المهندسين يمشوا مطربيش. هذه حقيقه. وقال لك والله انا مهندس. يا ابني لان الطربوش في فتره معينه مش لبسه. هل المهندس دقيقة. انت تزيف حقائق بس دقيقه. تزيف حقائق والله. دقيقه طيب دقيقه. دقيقه ممكن لا دقيقه واحده بس. لا لا يلا. الآن عمرك شفت واحد في المول مثلا ماسك السماعات ويمشي فيها؟ لا ينزلها في السيارة ويحط. هذه نفس الطاقية. أنا شفتها بعد حطها بعد السماعات. أنا يلا متحملة بعد السماعات. لا لا تقارن. إذا جيت تقارن الطربوش قارنه في السماعات حتى الطبيب. أي لا تزيف. طيب اوكي ما راح ازيف. طيب دقيقة. طيب دقيقة عطني عذر اللي يجيبه في الحديقة. أي حديقة؟ يجيني في حديقة أنا طالع مع أهلي جايني واحد بحديقة. طيب كل حد يغمى عليه ولا شيء. عنده فعاليات. عنده بريك. غير بريك يا رجل، في فعاليات تطوعية يا أخي. في الحديقة. إي في الحديقة يا ما سوينا فعاليات تطوعية في الحدائق، وش المشكلة؟ ما جاي الحالة. نوعي الناس. جاي الحالة إيش أسوي به؟ طب دقيقة دقيقة. تلقى تو طالع من الفعالية وجالس. هو عنده فعالية بس الله يستر عليه. الحديث ممتع جدا. ذو شجن يعني يبدو إن شاء الله أنه يعني. مثمر إن شاء الله. مثمر لا لا ما ظنيت يثمر في الإدخال. لكن سؤال. أنت بالأسلوب هذا ستخسر كثير والله. إي والله. والله ستخسر كثير. بكرة روح المستشفى. والله ستخسر كثير أنا علمتك. نصيحة لك ستخسر كثير مع الباب. خذ الكاسه عشان تدق اللطمه. انا مو هو المشكله انك ما حد تدري. بالعكس انا اجل لكم واقدر لكم واحترمكم. انا قد عرفيت خلني اكمل. كنت من المسلمين عبد الرحمن تكفى خلني اسمع رجل. لا ونيه انا اقدركم. تدري بس وش المشكله؟ اسمع تفضل. الدخلاء عليكم اللي يروحون يفصلون يلبسون. تدري هذا شكلهم هم اللي اوهمونا بان قصت كده اول ترمي عليه. جميل صراحه. لا دقيقه مخرج رائع. دقيقه ما عندكم دخلاء انتم يروحون يفصلون يلبسونها؟ والله ما قد شفت انا ما اعرف. صعبه تركي صعب. لا لا فيه لا لا عارف لا ما يمكن بس حاله شاذه جل وكذا وشغل مرتب بس شاذه وبقوه بعد. نتكلم عن بعضهم. مخرج رائع والله عبد الرحمن. لا يحاول مخرج جميل عموما. اي احد يا شباب اللي بقوله ان ترى هذه حالات اكيد لكل تخصص ولكل مهنه. نعرف انها شاذه بس عشان هو الرجال اخذ فينا مخرج الحالة. أيوة. انت وانت مو مخرج. لا والله ترى متحمس في النقاش. لا احد يفهم انه عبد الرحمن مثل. لا لا والله والله معذور. لا مو لا مو تلبسنا تهمه بكره ما حد. لا لا ترى الكلام اللي يقوله مش كلام تركي. انا سمعته من كثير. ايوه فانا اي انا صوت من كثير. لا صوت له. انا قاعد اوصل الصوت وانا بررت لك بس. اي يعني انا لما اجي اقول لك شيء شوف دائما في اي موضوع انت تتكلم فيه فيه عندك ناس يعني مؤيدين مره وفي ناس معارضين مره وفي ناس في الحياد وفي ناس لا في الحياد ولا في المعارضة. بس صدقني صدقني يعني عامل النظافة وحقين الحاسب أو حقين بعض يلبسون لبسهم يروحون ما حد ينتقدهم إلا الأطباء. ترى في مشكلة معينة قد تكون طيب فعلا قد يدخل فيها الحسد. قد يدخل فيه إنه هو شوف هذا طبيب وحنا كذا فيدخل في النفس شيء. ليه مثلا ما تنتقد على عامل النظافة لبسه؟ ليه ما تنتقد على حقين؟ أنا كنت أشوف حقين الفنيين وذول يلبسون لبس بني حقين الحاسب وذولا لهم لبس معين. والله ما أدري إيش بشكل عام في لكل تخصص بعضهم لبس معين ما حد ينتقد عليهم إلا الأطباء. ساعة ولا ساعة ونص.